فهمت عزيزي. لا عزيز، لا يجوز للزاني أن يتزوج بالمرأة التي زنى معها وهي متزوجة. ما رأيك في كتاب الصراط القويم للشهيد الصدر؟ عزيز هاي رسالة عملية، شنو رأيي بيها؟ هي رسالة عملية، رسالة عملية تضطر رأيك بيها، شنو تقول عنها؟ هي رسالة عملية يعني مثل رسالة منهاج الصالحين، فتاوى الميسر، وأنا أصلا ما قاري الرسالة كلها حتى أعطيك رأيي بيها. بعدين هي رسالة عملية، يعني شو أقول لك يعني؟ إنه الأحكام اللي بيها زينة ومو زينة؟ هي فتاوى يعني، هاي السؤال عنها ما يعني ما له معنى يعني. شلون يعني شنو رايك مثل رساله السيد الحكيم منهاج الصالحين؟ شو رايك رساله السيد الخوي رساله المنتخبه؟ يعني ما بيها راي، رساله عمليه يعني، مو كتاب مثلا علمي بمطالب مثلا كذا، حتى على مود واحد مثلا يقول قرات هذه القضيه وكذا. هل هناك توسع لجماعة المولوية في الحوزة العلمية؟ لا عزيز، لا لا يوجد في الحوزة العلمية مثل هذا التوجه أساسا. ما يقال عن وجود مثل هذا التوجه في الحوزة العلمية هذا محض افتراء. ما رأيك في كتاب ليالي بيشاور؟ عزيزي كتاب جيد، كتاب جيد. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حج بوتين إن شاء الله موجود، وإن شاء الله الـ الأسئلة تثبت بشكل. عليكم السلام ورحمة الله. يا الله استغفر. كتاب الاحتجاج كتاب جيد، ولكن هو الأسانيد مالته غير تام. شن رأيكم بالسحر؟ عمل محرم، لا يجوز لا تعلمه ولا تعليمه. ماكو مانع عزيزي، المهم أن تحافظ على الموالات، المهم أن تحافظ على الموالات. الموالات بمعنى أنه ما يجف العضو اللي سبق على العضو اللي أنت دا تشتغل به أو تمسحه. عليكم السلام ورحمة الله. كذلك كتاب علل الشرائع يعني أيضا يحتاج إلى نظر في أسانيد، وإن كان هو للشيخ الصدوق رحمة الله عليه. أريد عنوان كتاب يشرح عقائد الإمامية يعني شرح مبسط، يعني ما ببالي كتاب مبسط شرح قادمة. شيخنا شنو معرفتك بالعرفان؟ عزيزي علم من العلوم التي تداخلت مع دروس الحوزة العلمية بشكل غير صحيح، وأساسها جاء من التصوف يعني من خارج المذهب. وحسب كلام أحد علماء العرفان في إيران بأنه التصوف والعرفان منهجهم واحد. هل الروايات حتمية بظهور الإمام؟ نعم الروايات حتمية بذلك، نعم هذا لا شك فيه أبداً.